كتير شفقت لي. ليه؟ سألوني الشباب ليش بدك تجي لهون؟ ايه ليش ما بتجي؟ قلت لهم بيجي لعندي على البيت، بيجي إيه عند بيجي عند عند عند, عند ام تحضن وبتهتم. يا رب اكيد بدي اهتم فيك. هلا ويكي اشتقت لي. وانا كمان. يلا بنت عمي اطيب نعيش بالمنطقة. اطيب منقوشة، اطيب منقوشة. هلا يا خوتي. إلي 20 سنة فاتحة، نحنا هون بجرام، وبطعميكم بيض بقوارمة وبيض عيون وخبز صاج ولبنة وعصير وكشري كل بدك إياه. وهلأ رح أعمل لك مورقة بالآخر، خليكم بسط فيها. فيتامين سي. شكرا. تضلك بنشاط. هيدا الكشك يا انطوني انا بعمل برغل ابيض، واول شي بينقعوه باللبن، بعدين بيقطعوا اللبنه لتصير قاسيه قاسيه، بصيروا كل يوم يحطوا لهم شوي لبنة 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 تيصيروا حبة البرغل ما تحش مبينة، وملح خشب وبس. اللي جاب لك ورد. هلا مش شايف حدا ولا انت ولا الي. ولا شايف ورد. واو. يا شباب قررت جيبكم عند ام نصيف. ام نصيف البركة، الطعمة، الاحساس، النفس، التاريخ وكثير اشياء ثانية. ام نصيف طعمة الارض، الصاج الروعة، العجينة اللي ما فيها شيء، يلي فيها بس طحين وملح ومي. القوارمة الروعة يلي هوم ميد، البيض البلدي، اللبنة العظيمة، وكل شغلة بتعملها هون، وإن كان الخضرة بتحطها على الطاولة إلى قصة تانية. مش معقول، مش معقول القوارمة قديش طرية، قديش طرية مفرومة ناعم، ما بتقعد بين سنين وما بتعلك، اللبنة بتحطها آخر شيء، بتفطر ما بتسخن، ما بتنطبخ، وبتزيد رونق، هالعجينة العظيمة، كأنكم عم تاكلوا برشانة، كتير رقيقة. بتكسر تكسير تحت السنين، وصار بتحطوها بالتم. كل الزيت نقت من وين ما كان. زيت زيتون اصلي، لبنه قاسيه بلديه، والزعترات اسمعوا القرشه. هيدي فيها زيت وسمسم وسكر بقلبه؟ قبل التحلية بدي اقول لك ايديكي بركي في نفس. انا ما كنت عم باكل عجين، انا ما كنت عم باكل زعتر، ما كنت عم باكل قوارمة، عم باكل حب بك، نفس عطاء مش معقول. بركة عم تطلع من هالاصابيع. مرسي مرسي حبيب قلبي انت، ما بتتفسر قد ما طيبة. الله يقويكي. مرسي. ناكل التحلية. اوعى تفل من هون بلا القهوة. هي على النار. هلا منقوشي اكلنا وترويقه تروقنا، شو شفت انت هون؟ انه انت بتجي للاكلات هون، بس ما تروح بالاكل، شايف شي مرة عندها بلانتات حلوة؟ لا. هيك اول وحدة هون بسموها شريمب بلانت بلوبيرون، ليك هيدي عندها اللي لونها اورانج. مثل هيك مثل قريتسة. اوكي. وعندها الصفرة، تعال تفرجيك اياها. انا هيدي كمان بيقولوا لها جوستيسيا. عندها بلانتات حلوة، ليك هون من لابيغونيا، ليك ورقاتها مثل السجادة المخيطة. بس هات أفرجيك أحلى واحدة.
هيدي انطونيا من عائلة البندورة سولاناسي اسمها داتورا. طلع الزهرة كيف نازلة هيك نزول، بسموها بالعربي بنطلون الست لأنها بتذكرهم بمودة البات ديليفان كيف هيك نزول. وراح خبرك برات الهواء اشياء كثير حلوة عنها. هاي اللي بتتدخن. ما بيكمل الصباح بلا قهوة لبنانية. وهيدا قبل ما نفل، ما فيها لحمة ما تعطلوا هم، هيدا اسمها مورقة. بتلاقوها اجمالا بس بالشمال، كل واحد عنده طريقة يعملها، في ناس بتلفها لف، في ناس بتطبقها تطبيق، في ناس بتحطهم فوق بعضهم. بقلبها سكر دايما، لوبيت، جوز، لوز، حسب كل حدا عنده شيء، في ناس بتزيد لها قرفة، فيكم تنبسطوا فيها وتتسلوا فيها وتكون فين نسميها البقلاوة البيتية اللبنانية. سكر، قطر، سمسم. طعمك كتير طيبة. أول مرة باكل هيك شيء أنا. يلا مشوار. ببلش هلا. كفي. كفي. ميرسي. باي. باي باي. مشوار 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 رجع، مشوار بالوادي رجع من بعد 22 حلقة. وي ار باك 100%. تذكروا أول حلقة قلت أنا للمشاهدين أنه بدي أخذ الفئة الأرثوذكسية والفئة اللاتينية أعرفكم على تاريخ لموارنة. شكلنا رح نغير الفترة. شو بده يصير اليوم؟ ولا نحن رح نكون عمتنا بزيارة على حماد، شكة، أنفة، وبعدين أكيد كفتون وهالمنطقة كلها والبلمن. بس رح نتعرف على تاريخ الأرثوذكس. شو بدك تعمل بالحياة بصير اشياء. المطارح اللي رح نروح عليها بتاخد العقل والقلب. رح نروح اليوم على دير سيد تنورية، ورح نروح على دير سيد الكفتون. رح نكتشف هالأماكن المقدسة بتاريخها بغناها الاستثنائي. ما رح احكي كتير هون، رح احكي فوق. من هالمنطقة الرائعة، السياحة، تاريخ من أكثر من 2000 سنة لليوم، من راس الشعة، أكثر من 4 تونيلات بتقطع تحتها، من البحر، من القلعة الموجودين هون، مشوار جديد بيبلش هلا. تتعرف عظمتها وأهميتها بدك تشوف الصور من فوق وتشوف شو هالعظمة، شو هالشقفة الحجار، شو هالصخرة الكبيرة اللي واقفة وكأنها بتقسم لبنان اثنين. راس الشقة، من وين اجى الاسم؟ إذا بدنا نرجع أنطوني للحضارة الفينيقية، فيني بعل، وجه بعل، بنعرف إنه بعل هو الإله الأساسي بالحضارة الفينيقية. ترجمت لليونانية ثيو روزوبون، ومع انتشار المسيحية ابتداء من القرن الرابع وجدوا اليونان انه لا، انه هون هيدا الرأس ما لازم يكون رأس الإله، لانه لقوا الإله الحقيقي. بقى ردوها على الحجر او على العبادات الوثنية، فتحولت من ثيو روزوبون لليثو روزوبون. هلا الملفت انه بقيت وحدة من البلدات الشهيرة هون محافظة على الاسم القديم وجه الحجر. بتقسيم لبنان جبلين كتير مهمين، راس الشقة وجبل نهر الكلب، شقفتين صخور كتير كبار بيوصلوا على قلب البحر، وقسموا لبنان لثلاث شقف وعملوا كتير تأثير من أيام الفينيقية على وجود مدينة بيبلوس وغير مدن. جبل راس الشقة أهميته أكتر بكتير من التيران اللي نقطع فيه، رح يلحقنا بكل حلقتنا اليوم ورح نحكي عليه، عنه وعن كل شيء حواليه. مارك بليز اعطيني شوية تفاصيل. طب ما مش هيك، مش كوني فكانت، في جبل هون جبل هون، في نهر مهم كتير اسمه نهر الجوز بيناتهم. طب قرروا يعملوا قلعة محل ما في بحر بنص بين جبلين، بعدين بتطلع على راس الشقة وجبل كتير طويل كبير، بس انت بتعرف بنشوفه من جوجل مابس هو فلات. طب ما خبرني شوي اكثر عنه تنقدر نفهم شو اهميه هالمنطقه. هلا هون بيقولوا انه بتعرف البترون كثير مهمه كانت لطرابلس وفيز فيرسا وهيك، بس بيقولوا انه بسنه 551 صار في زلزال كثير كبير دمر المنطقه، غير لها معالمها وسكر هذا الطريق. فكل الحضارات يلي قطعت من هون كان بدها تقطع من ميل لميل، كل وحده قدرت تلاقي طريق. وبهالحلقه رح نفرجي حتى مش من كثير زمان كيف قدروا عملوا.
هلا هيدي السياق اذا بدك التاريخي تبعها، بس بعدين لانه هالمنطقه كثير استراتيجيه حطوا قلعات وكمان هي بتطل كثير على مطارح كبيره. هالمطرح قد ما كان حلو كانوا يقعدوا اوقات هون او من ثاني ميل او من حيلا مطرح ثاني ويطلعوا عليه، مثل ما قال لي كان عم بيقول لنا كانوا يقولوا بشوفوا وجه الله هون، بس تغير هذا الاسم اكيد مع الوقت. واذا بنشوفها من فوق هي فلات تقريبا يعني فيها اكثر من 2 كيلومتر، بنشبهها شوي بمعلم كثير معروف. نحن وقفنا التشبيهات لانه نحن بنعتبر بلدنا وبنعترف ومنصدق انه بلدنا احلى بلد بالعالم، بس مزبوط يشبه لكثير اشياء، يشبه لهالاراضي اللي كثير مشهوره ان كان بايرلند وان كان بسكوتلند يلي هي فلات وبتعمل ضجه كثير كبيره، يشبه هالقلع الكثير كبيره لكثير محلات ثانيه، والنهر والمي والخضار. وقديش بنطلع وبنشوف هالمنطقه حلوه بعد ما شافوا شيء ساعه اللي بنصير من ميله البحر. خلينا نقول ببرمتنا او بخبرتنا حسب كبر الحجار، انا ما بشوفها ابدا رومانيه وكثير بعيده عن الموضوع، حجاره كثير صغار واصغر بكثير من يمكن جبال، وشكلها لانه في محلات كانوا يقوصوا منهم يمكن صليبيه. دار الناس اللي بيقولوا هالشغله هيدي انه هيدي قلعه صليبيه، بس الصحيح انه هي بنيت بالقرن ال17 من قبل الامير فخر الدين المعني الثاني، والهدف منها حمايه الطريق من طرابلس لبيروت. هلا هالموقع انت عم بتشوف انه موقع استراتيجي مش هيك، وعلى هالصخره يعني تقريبا في ارتفاع 50 متر، وكان اساسا على ايام الصليبيين. ليش في هالاعتقاد؟ كان على ايام الصليبيين كمان في حصن لانه الموقع استراتيجي، وانتهى بكل اسف مع المماليك، بس البناء الحالي ما له علاقه نهائيا، يعني الحجار اللي حكيت عنهم هن من المنطقه من هون من الساحل اخذينهم، حجار رمليه مقصوصين باتقان، مشان هيك عم نشوف هالجمالية لهالقلعة المؤلفة من ثلاث طوابق مساحتها 500 متر، سمك الحيطان اللي فيها بين متر ونص لمترين ونص، ومثل ما قلنا هي من القرن 17، الفتحات اللي فيها ملاحظ قديش رفاع ومنخفضين كمان بحسب الطوابق، يعني لأنه كان وقتها في السهام، ما في السلاح الناري، كانوا يطلقوا السهام منها. وعلى أيام الصليبيين كانوا يسموها بيدو كونيتابل وباس سان جيوم، بقى مشان هيك يمكن هيدا الإطار بعده حاضر، لأنه كمان كان في محطة مهمة بتاريخ الصليبيين وكمان يمكن بتواريخ سابقة لأنه. بس امتحاني لألك، على أي ورقة من العملة اللبنانية موجودة قلعة المسايلحة؟ مارك فيك تغشه عم بي... مية لا 100 ليرة على 25 ليرة مارك طلع. تعرف يمكن انت انا اهلنا كلنا سوا ونحن صغار في هيدي الطلعه اللي بحمات يلي كنا نصف السياره عليها وتضلها تكر، اكيد اهلك عاملينها معك وانا كمان، يمكن نحن عملناها مع اولادنا. طلعت بس تفسر لك عن شو عم بحكي. بتحط نيوترل، بتشيل اجرك عن الفران وبتنزل، تصير السياره تمشي وحده.
شي مرة فكرت ليش هيك نصف على جنب ونفسر لهم شو النظرية. هو الأوتوستراد نزلة وهيدي نزلة بس أخف بكتير كتير، فنزلة كتير قوية مقابل نزلة أقل مبينة كأنها طلعة بس هي نزلة مثل الليزيون أوبتيك 0.5 يعني أنجأ، فالسيارة بتكرر خفيفة بتطلع بتقول مبينة طلعة بس هي إذا بتطلع من هون بتشوف إنه ما أنها طلعة. بدك تصف السيارة تنزل وتطلع عليها دمرت لنا طفولتنا، راحت الطفولة. قد صار لي بيجي لهون قد ايش صار لي بقطع من هون ولا مره راحت عيني على الشمال ولا مره انتبهت انه في نصب هالقد مهم هالقد قديم هون على الطريق من الاوتوستراد. اشاره على الشمال بتطلعوا بتطلعوا طالعين صبح حميت، واذ بعد 3 كواع طلعوا شو بيطلع قدامكم. أنتوني كيف ما بتجي على حمات بخبروك عن هون عن هيدا النصب الهون. هو الإنجليز هون أخدوا 100 نهار لعمر وطريق ليقطعوا فوق راس شقة. هون الرئيس بشارة الخوري ب 43 حط هيدا النصب، إذا بتشوف كان بتموز 1943. من بعدها بشوي بحد 21 أيلول هو صار رئيس، بس 11 نوفمبر حبسوا يعني أنجأ ورا بعضهم صارت إشي كتير بسرعة، وب 22 نوفمبر أخذنا الاستقلال. عم تتخيل مارك ساحة كتير كبيرة، نحن وين صرنا؟ راس الشقة بس ميلة البحر، نحن بعدنا بحمات بمنطقة اليوم الجيش بيستعملها كرمال تدريب تبعه، بس تخيل من ميات وإذا مش من آلاف السنين كيف كان من زمان؟ من زمان كان هون الصيادين قاعدين مع بعضهم العالم، بعد في دير قديم للأسف ما بقي شيء منه، بيوت يمين شمال حول الدير، عم نحكي عن صوت البحر، حد البحر، عم بيشوفوا شو عم بيصير، مين عم بيجي عليهم، محميين من كل جبال على جنب، عندك قلعة طبيعية موجودة بنص الأرض. من زمان كانوا يتصيدوا، تطورت الأمور، أراضي زراعية كاملة، الكنيسة باقي منها شوية حجار، الدير باقي منها كم حيط، البيوت باقي منهم كم حيط كمان، بس هيك سكر عيونك وتخيل معي، رجع لورا وتخيل لبنان، لبنان العظيم، لبنان التاريخ، لبنان السنين، لبنان اللي ما بيشبه ولا بلد تاني بالعالم، وكيف هالأرض ساعدته. جبالهم العالين اللي الناس قالت اف كبيرة ما فيك تتسلقها، بس حميتك البحر اللي كل الوقت عم بيجيب رطوبته أكلت منه. عظمة لا؟ أنا إذا بتفكر جدودنا كيف كانوا يعملوا ضيعة صغيرة، هون كانت ضيعة صيادين صغيرة، بس أنت عم تقول تخيل لبنان. أنا بالنسبة لي نحن هذا المطرح وكل شيء رح نعمله هاليومين وبأنفي هون، وإذا بدك شوي بجنوب لبنان هو كيف كان حلو الكوستل زون تبع لبنان، يعني نحن رح نتعرف بهالمنطقة على النباتات، كيف كان البحر بلبنان، كيف كان قد كان حلو قد ايه جمال هون، هذا رح نجرب نشوفهم ونفوت عليها ماكرو، وعنا مفاجأة لإلك بعد شوية تونال، بس بعرفك بتحب الألعاب وهيك، هون لقينا سيلكس. أوه. هولي كانوا يتصيدوا فيه من زمان؟ هولي من هون من الأرض؟ هيك كانوا يجيبوا حجار الصوان أو سيلكس ويعملوهم مثل يعني تطلع هيك مثل سكين، وكانوا يتصيدوا إن كان سمك إن كان حيوانات. هولي تولز بدلوا، رح نتعرف هلأ مع صباح أنه الإنسان كان هون من ألاف السنين، يعني التاريخ ما بلش من ميات السنين بالبيوت اللبنانية القديمة يلي عم نشوفهم، التاريخ هون بهالأرض بالذات بلش من أكثر بكتير من هيك. خولة الخوري معروفة بصباح، دكتورة بالأثار والفنون، وأنا خبيرة محلفة بالمحاكم ورئيس الجمعية اللبنانية لحماية الأثار والتراث. نحن اليوم موجودين بمزرعة حنوش، محل ما نحن واقفين على 5000 سنة حضارة.
إذا بدك وقت عملنا بروسبكسيون مع بعثات أجنبية ولبنانية بيّن معنا أنه كان في سكن هون من الألفية الثالثة قبل المسيح، ونزيد عليهم يعني سنين المسيحية حوالي 5000 سنة. أنا وإلي كنا عم فتش لقينا موزايك، هلا بنشرح لشو الموزايك، ولقينا شقفة أرميد هيدا كان للكنيسة البيزنطية. إذا بدي أشرح بالتفصيل وقت نقول 2500 سنة أو 3000 سنة قبل المسيح هون كان في سكن، ما عرفنا شو موضوع هيدا السكن تحديدا، ممكن معبد ممكن بيت ممكن حيلا شيء، بس كان في سكن بهيدي الفترة. جانا بعد هيك من خلال الحجار الكبيرة اللي بتشوفها هون بيّن معنا انه كان في معبد، كمان يمكن معبد فينيقي او روماني، كمان ما بنقدر نأكد لانه نحنا بس عملنا بروسبكسيون ما عملنا فوي كاملة لنتأكد من كل شيء. بالقرون المسيحية الاولى يعني بين القرن الرابع والسادس كان في كنيسة، ورجع في كنيسة بيزنطية يعني من القرن السادس السابع اخر السابع كانت اخر كنيسة بيزنطية. بهالفترة نحن كيف عرفنا انه كان في كنيسة بيزنطية؟ اول شيء لقينا كتير موزايك، هولي ماشي لقيناهم هلا، بس احنا لقينا كتير موزايك، موزايك ملون يعني كانوا يستعملوه بالارض وبالحيطان. على بعض الحيطان كان في مورتي او دهان اذا بدك، هيدا دليل انه كان في فريسك كانوا رسمين كمان هونيك. ورجعنا بعد هيك شفنا هول الشقف الارميد رجعين مستعملينهم بالابسيد، هون ابسيد يعني محل ما بيكون المذبح. عم نحكي بمعبد كتير كبير، عم جرب حطه انتو برسبكتيف تتشوفوا قديش كبير. تقريبا عرضه شي 30-35 متر وبالطول وصلت لهون بعد في حجار على 50 متر. عم نحكي عن بنا عظيم كبير مثل القلعة الكتير كبيرة الموجودة الرومانية او الفينيقية بكل لبنان. منا كنيسة زغطورة، بس بتطلعوا على الحجار تبعها بتبلش من حجر كتير كبير معودين عليه بالحجار الكبار تبع المعابد، بصير يصغر كل ما واحد يطلع. مبين عدة أنواع حجار، عدة حقبات، كتير أشخاص قطعت لهون. كل هول تخيلات، كل هول استنتاجات. شو هو؟ شو مخبى بعد تحت؟ هل في عقد؟ هل فينا ننزل نحفر ونشيل بعض تراب؟ يمكن التاريخ بخبر، يمكن لأولادنا أو اللي بعدهم. أهم شيء موقع مثل هيدا أكيد ما يندقر فيه، أكيد ما يندقر فيه. وهالمنطقة كلها سوا اللي كان بفترة زمنية كان بدهم يعملوها معامل، لا هيدا موقع ما بينضمر. لا عم جرب افهم، يمكن المحل الوحيد بلبنان يلي فيه حجر معصرة هون على البحر، يمكن المحل الوحيد بلبنان يلي البيوت القديمة الحجر الكبير اللي شفناه بالمعبد فوق واصل على البحر. هل هو تعمر هيك؟ هل هو انتقل؟ هل هو نقلوه لهون بالوقت فترة زمنية والحجار مفلوتين هون وهون؟ يمكن قوة الموج، قوة الزلازل هزتهم زحتهم، بس في حجرة بحجرة بحجرة حجار يمين شمال، شيء ما كتير بتشوفوه بلبنان، شيء ما كتير بتشوفوه بكل البرمات على كل الساحل يلي أكثر 250 كيلومتر. حجار كبيرة وقلع، هل كانت مدينة؟ هل كانت ثقافة؟ هل كان شو كان يصير هون بهالمنطقة اللي بنرجع بنطلع فيها لفوق وبنشوف كيف كانت محمية بهالجبال من هالمال الناس ما فيها تفوت، من هالمال راس الشعر ما فيهم يفوتوا، مثل كأنها كانت مدينة وحدة بوحدة متكاملة ومتكافية من الزراعة للسمك ولكل شيء كمان. يا ريت التاريخ بيحكي، يا ريت الحجار بتحكي، يا ريت الحجار. ما بعرف إذا الصورة عم تفرجي حق، بلشنا من آلاف السنين وبعدين الشعب الحديث رجع كفة هون وعمل ملاحات، ملاحات انتركوا، الشعب القديم راح، بس بعد هذا الأرض وياريت فيها تحكي. نحن عم نكفي مشيتنا من محل لمحل، وصلنا على شقفة الصخر محل ما شالوا الصخور تعمروا المعابد. كانت منطقة مستقلة مثل ما عم نجرب نستنتج، الحجار جابوها من هون، الزراعة من هون، السمك والصيد من هون، عيشوا وحدهم لفترة زمنية كتير طويلة. من وين اجوا؟ من وين كانوا هربانين؟ شو عمروا؟ ما بقى شي يخبر، والتاريخ والزمن ما عم بيساعد لأنه هالأرض عم تنداس وعم بينشغل فيها كل يوم. صار وقت نحميها.
يعني هالبلد بيدهشنا. نحن أول مرة بنجي على هالموقع منشوف الجمال الطبيعي، منشوف السحر، منشوف الطابع المقدس، نتخيل الطابع الاجتماعي اللي كان موجود بمشهدية استثنائية نقدر نقول على القليل عمرها 7000 سنة، وبعض المصادر بترجح أنه يكون عمرها 10000 سنة. أي حضارات نعرف أنه قطعت بيها المطرة على هالساحل الفينيقي الحلو؟ حسب البروسبكسيون اللي عملناها أو الإصبارات اللي عملناها بيّن أنه في مثل ما حضرتك قلت من 7000 سنة لليوم، يعني فينا نبلش نعد نيوليتيك، كالبوليتيك، أجل الفارية اللي الناس تحب تقوله الفينيقي وهو أكثر شيء معروف، وبنلجع على الحضارات المسيحية مثل ما قلنا اثنيناتهم، وعنا الحضارات الإسلامية، وبيرجع عنا الفترة الصليبية كمان تركت أثارها هون، وفترة المملوك كمان تركت أثارها، وعنا أثار من الفترة العثمانية هي الضيعة اللي هنيك هلأ بنشوفها كمان. عندك كل هيدي التواتر الحضارات ورا بعض موجودين هون بهيدا الموقع نون ستوب. مشهدية إنسانية تاريخية عظيمة بتعكس فرادة هالبلد العظيم اللي بننتمي له اللي اسمه لبنان. أطني عم نشوف هون مقلع، مقلع حجار، يعني هالناس اللي استوطنت هالمنطقة من 10000 سنة كما اتفقنا كانوا يكسروا هيدي الحجار تيعملوا معابدهم، بيوتهم، فرقاتهم، ناس عايشين هون عندهم كل شيء، مكتشفين من كل شيء مثل ما كانت عم بتروح. إذا منطلع بعد لورا في مغابر، في مثل هيدا الكارير فوق نفس الشيء، وفي بعض التراس أو أثار التكسير كيف كانوا يكسروا، يعني يحط إجره على قياس إجره ويكسر ويصير يرجع لورا، بعدين بنفس الحديدة بنقلب الحجر ونخدم نستعمل. بذكرنا شوي هالمنطقة مثل السور تبع البترون أو القلعة الفينيقية أو القلعة اللي هي تبع أنفي، محل ما شيلوا الحجر منه وفصلوه. صحيح، كانوا يستعملوا كل الحجر بكل المواقع الأثرية، في عنا مقالة لحتى يقدروا يستعملوها باحتياجاتهم اليومية. حلو، بلا مكانات يقدروا يشيلوا شقف الحجر اللي بدك تقعد. تخيل هي عمرها أقل شيء 2000 سنة، بشو كانوا يستعملوها؟ بحجار كبيرة وبحديد، أكيد كان في حديد بس بإيدين. كان في سويس. حكينا حجار، ما حكينا نباتات. شو شفت ماركو؟ تعرف وين ما بنروح بلبنان بيقولوا لنا الطيون والطيون، بس بتطلع هي الطيون زهرتها صفرة، هي مثل هون مثل مارغريتو هيك. هاي الطيون تعال معي افرجيك نباتين كثير مهمين من هالمنطقة. شو بيستعملوها؟ الطيون هلا الورق تبعها فيك تحطه اذا انجرحت، وهلا كثير الاسنشال اويل تبع الزهور عندها كثير استعمالات طبية عم تكون كثير ترندي حاليا. وين ما بنروح شو بقولوا؟ حشيشة البحر. هن اثنين مش واحدة. ثاقبة شانسنا كتير حلو انه نحط بعدهم. واحدة اكشلي اسمها طيون البحر. إذا بتطلع زهرتها مثل المارغريت وهيدا الفواكه، وإذا بتشوف ورقتها رح تشيلها كرمال أنت تدوق ولدواعي علمية، هيك ورقتها. بس هن ناس بتشيلها وبتعمل منها كبيس وطيبة كتير. هيك كلها دغري طعمة البحر بقلبها. شو طيبة؟ سو انتبهت كيف؟ متابعة بالتعاقد مع لبنة روعة. أوكي، سو هيدا طيون البحر. أه. هو عشبة البحر بس سنعرف الفرق يلي بتنتمي لعائلة المارغريت. أوكي. وفي هون وراك دغري. هيدا اللي هون ورقتها مختلفة، زهرتها كمان لو دواعي علمية عم نشوفها، والفواكه تبعها هي من عائلة البقدونس. سو ما اسمها هديك اسمها إنيولا كريتمويدس، هيدي كريتموم ماريتيموم يعني الكريست ماريتيم يلي هي تطلع كمان حد البحر. ورقتها مختلفة، دوق شو طيبة. سو واحدة زهرتها صفرة، الثانية زهرتها مثل البقدونس. ايه شو طيبة. وحد بعدهم كبيس بنسميهم نحن حشيشة البحر أو نبتة البحر أو زعتر البحر، ما خصو بزعتر ابدا. بخيرك بخيرك. بس انطوني تنوصل مسج انه هون النباتات على الكوستل زون لبنان صاروا كثير قليل، اذا بدكم تاكلوا اوكي ما في مشكل، تركوا كم وحده زهر تعطي فواكه لان هول البذرات لازم يرجعوا اتشو اتشو البذرات يرجعوا تيرجع يتقتلوا. واتس نكست؟ اخدينكم على تونيل ما كثير ناس فايت عليه. على تونيل كان أساس النقليات بلبنان وأساس التجارة بلبنان، وين اخدينكم تتشوفوا تونيلات سكاك الحديد يلي إن شاء الله شنهار وبيرجع.
السكك الحديد. سكك الحديد ويا ريتها نهار بيرجع. سكك الحديد اللي كانت توصل لبنان من اوله لاخر، كانت تنزل صوب فلسطين وكانت تكفي على تركيا طلوع، كانت تلتقى بمحلات برياء وتكفي على سوريا. وبرياء كان عندنا وحده من اكبر معامل سكك الحديديه يلي كانت تضوي بحديد يلي عملوها الفرنسويه من كتير زمان. لبنان كان ماشي على سكة الحديد، كان في وحده مش اثنين حد بعضهم، كان يوقف ترينات ويقطعوا بعضهم بمحلات او كان يروح ويرجع. كان في ترين عنده بقلبه بنصه شبكه كانت تعلق ساعات، كان بده يطلع طلعت بقاع طلوع 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 على صفر يرجع ينزل، فكان يشده طلوع. سكك الحديد تبعنا سمكن كبير، كان الترين من هول الكبار يلي كانوا يشدوا اوزان بالاف الاطنان، كانت البضاعه تكفي تبلش من بيروت وتطلع طلوع، كانت البضاعه تبلش من بيروت ويمكن تنزل نزول تطلع من فلسطين وتضلها طالعه. وكان هالترين يمشي ويزمر، بتتخيلوا الجبال حواليه ويطلع دخنته السوداء توت 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 ويمشي من محل لمحل، كانت كل الناس تنطروا على يمينه على شمال السكه. وإذا كان عندكم الشانس تكونوا من الركاب كان فيكم تنبسطوا وتشوفوا بهالبحر والمي يلي كانت من هون ومن هون. سكة الترين كتير ناس اشتغلت فيها، إن كان الفرنسوية، الجيش الأسترالي، الهولندي، الإنجليز، كتير عالم حطت إيدها فيها تقدرت تكون. وإذا خلصت الحرب اللبنانية وإجوا هالأشخاص تما نقول يفكوها ووقفوها، بعده قسم منا بعده واقف، بعده الحديد موجودين، بعده البطون موجود، وكانت مشغولة بدقة وتقنية بشكل كتير حلو. طبعا نطول عليكم، خلينا نفوت على التونيل يلي كان يوصل هالجبل راس الشقة يلي ما حدا قدر يخرقه من شماله على يمينه، يعني من جبال بترون باتجاه شكا وطرابلس. انطوني اذا بتشوف قديه في نباتات، يعني هون نحن عنا كتير سندين كتير بطن، بس انا كتير مستغرب انه في زيتونة على البحر دغري هون، ما رح نستغرب كتير شوي صغير رح لك هيدي كيف نبلش من هون. انطوني هيدا شو لك بعد كل برميتنا؟ ما حكيت سنديانة. انطوني طلع معي السنديانة اذا ما عليها فواكه وبلوطة، الورقة قبيلة ما في ورقة ليك التار، لاحظت؟ عقد يا بعد ايه طلع هاي كل ورقة قبيلة ورقة ولا ممكن تكون سنديانة. هيدا شو تتعرف شو طلع هون؟ بطمة. ابدا هيدا زيتونة برية. كيف بتعرفها عادة؟ مثل ما قلت لك فيليريا ميديا اسمها، في ورقتين هون وهول حبوب الزيتونات يلي هلا رح تذوقك اياه هون كيف بتكون. وبما انه هون موجودين هون بفسر ليش دودنا كانوا يطعموا الزيتونات البريات على الزيتون تبعنا، مشان هيك عندنا زيتون على البحر هون. هيدا من عصر؟ دوقها غير طعمه بالمرة. اه سويت مش طيبة؟ كثير طيبة. قرب احوج ذوق مخصهم ببعضهم شوية الفواكه. هلا انت ما رح تحبها بس انه شو هذا الحب والله طيبة بضل يتسأل عليك وبعدها بنجيبه معنا على الحلقات. هلا انا قلت له انه بيهتم فيك اكثر منه وهذا دليل قاطع خاصة بالاكل، يعني بقى منيح بلش يخلص حاله عزمني على حبة زيتون برية ما بتتاكل بس انه طبعا لقيت شيء؟ بلش يبين. وصلنا. ألف وتسعمية واثنين وأربعين. يعني أكثر من 60 أو 70 سنة وبعدها الحجار واقفة. قديش كان الشغل حلو، قديش كان في دقة، طلعوا بالتفاصيل، بعد التكحيلة موجود، بعده البطون موجود، كانوا يحطوا على باب محل ما راح يقطع فيه الناس، الناس ما راح تمشي، أساساً الترين هو ماشي ماشي بسرعة ما راح تشوفوه. أرزة لبنان محفورة بالصخر، أدق التفاصيل، والبطونات الموجودين بعدهم هادين من أيام زمان، مستعملين رمل تبع البحر يلي منه يعني من دهنه سقيله ومنه وبعده مضاين. كان الشغل صح، طلعوا على الحديد، الحديدة موصولة بالتانية، شقفتين بطون، وحدة من هون وحدة من هون، ولا شيء بهز، ولا شيء أبداً معمول غلط. شركة أجنبية إجت عملت سكة الترين، بعدها مضاينة لليوم وفي نرجع نمشيهم، ما بدنا غير نقول ما بيقدر بلد يتطور، ما بتقدر سياحة تتطور، ما بيقدر
بزنس شغل تصدير صناعه تتطور بلا ما يكون في تنانيد. وكل بلدان العالم يلي ما عنده عم يبني ونحن كان عنا وبطل عنا. هيدي الشغله لازم نركز عليها وتكون من اولويات بناء الدوله الجديده. عم نجرب نشوف الدرون شو بيشوف لجوا واذا فينا نشوف الاخر. بس رح نروح مشى. رح نروح مشى. عم جرب نفوت والدرون يصور شيء. اول شيء شحطار اسود اسود خيره من زمان كان فحم حجري. يعني في عندكم شحطار كتير كان يفوت الترام الاول للاخر ويضل على 500 متر تقريبا او اكثر. هلا عم اتاكد من طوله. على كل الطول عم بيطلع دخنته عم يدخن كتير. فتخيلوا الاشخاص اللي كانوا ورا شو كان يصير فيهم. هلا بنصه في فتحه كانت تطلع الدخنه والهواء بنص الجبل. نحن بعتقد صاروا كيلومتر اكيد بطلنا عم نشوف الضوء باول التونيل. ثاني تونيل بعدنا ماشيين وبعدنا ساحبين بمحلات في بطون ومحلات ما في بطون. نحن تحت الصخر مع الزمن اكثر من 70 80 سنه في شقف عم تفرط من هون ومن هون. وشحطار اسود 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 وغبره كثير. بس الحمد لله ما كثير ناس فايته لهون. نظيف في شويه معزه بس ما في بلاستيك ما في وسخ. فنتمنى يضل هيك. ما بعتقد لكم شغل هون عتمة كتير. يمكن يكون في طابع مخبى. خلينا نحن نفاجئكم شو فيه بلا ما انت تجي. بس نحن هلا الستريس هو فيه نهاية وفيه مظهر او لا فتن كف. في ضوء ايوة بس ما بدي اتسك ما بعتقد وصلنا. وين صرنا نحن تحت سابع ارض. صرنا بنصه. اذا مبدئيا رح ارجع اتاكد منها 2 كيلومتر. نحن باول كيلومتر رح نشوف شو بنشوف من هون. أنا خبرية وما فيها. أنا جاي على التونيل الصغير وشايف حالي عليكم. لفوتكم على التونيل في التعليم من سنتين والحلقات موجودين. وكان حلمي فوت على التونيل الكبير بس ولا مرة كنت أعرف وين يبلش. وكنت بخوف وخبره أنه طب أسود أسود وخيره وإذا في حدا مخبى جوا. فطلع التونيل الكبير مبروك. يعني تعمدت فوتنا بتونيل بداية ما في إلاخر. فليك لأنه الاختبار أو الادفنشر بتكفر للآخر. أنا بدي أشوف إخته. أنا ما يعني وصلت لقمة على التاني. طيب أنا رح أقول لك شيء. بيضل حدا يخبر شو صار. أنا عم فكر منيح المخرج. عم فكر ارجع هيدا الكيلومتر. نعم. نجيب السيارة ومنلاقيكم الألارات سلمين وبكامل وعيكم وأنت وما كمية حياة. إن شاء الله. يلا عظيم. يلا أوكي. لكن لقينا بالسيارة. نحن رح نكفي نفرجيكم الباب. إذا في باب. And we're back. 100 متر هيك. كيلومتر شمال. ان شاء الله يكون مفتوح. واذا لا بدنا نرجع 2 كيلومتر بالعتمة. نحن عم ننطنط على الحديد طبعا نتفركش. قديش بدنا نفقس اذا وصلنا في شبك على راسه؟ عندك معلومات عامة؟ ما بعرف لأنه مبين مضوى أكيد أكثر من 2 كيلومتر مش عم يخلص. بس في ضوء عم ببين قرب الفرج. Let's go. هون بلشنا خشب طلع راح الحديد. فكأنه
شركتين كفت او كانوا مقسمينها من هالميلة حدا من هالميلة حدا، طريقه البطونيه اللي من ثاني ميل مع حديد بالنص بتبلش شوي شوي تروح فجاه يعني هون في من وحده لوحده بتوقف وبصير الخشب اللي بنشوفه على كل الصوره بلبنان ان كان جسر نهر ابراهيم وكل الصوره اللي بتنقلنا صار في خشب من ميل لميل، بطل في بطون بطل في حديد بيوصل اثنين. هل هالشي بيفسر شيء او هن الشركتين اشتغلوا؟ مارك حتى من فوق غير شيء، هونيك كان في اترنيت او توتشال بسموها مصبوبه، هون عم نحكي عن خشب حديد بطون او لك متعهد ثاني، متعهد ثاني شركه ثانيه. وصلنا على الاخر مارك، محل ما في هواء بلشت نباتات. شو بذكرك هذا الشيء انطوني؟ انه بالاخر لو شو ما يصير المي وشل شنبته بيربحوا على كل شيء. صح مزبوط؟ هيك يس 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 دن 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 دن. مع انه كل الناس قالت لنا مسكر شو بدكم بالشغله. وي هاف دون ات، نقلنا. لا وي دونت هاف، لا ويت، مين بيقطع جبل زباله هلا؟ اوبس اوبس. نحن نقلنا من حمات على الهره اكثر من 2 كيلومتر، رطوبه كثير قويه، عرقنا وكبين مكب زباله تنشوف كيف بدنا نعرش. واو مش عارجة. اكيد مش عارجة. لا 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 اكيد ما رح ارجع. مارك سنين 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 اقول اقطع على الطريق من فوق واقول شي نهار رح فوت من حد التينة، كنت عارف انه مدخلها على التينة، ما كان يبين دايما وصف دايما زبالة، ما كنت عارف وين بدي اطلع، في بحورة قدام شالوها كسروها فكوها يلي هن، بس كنت حافظ التينة، قول شي نهار بس بدي اقطع تشوف ترجع عيش التاريخ. اليوم بلا ما نعرف بلا ما ننتبه بلا ما نخطط عشنا جعنا التاريخ، ان شاء الله يكون انبسطتوا عشتوا معنا. تينة بليز دونت دو ات، ما تعملوها عن جد، مشيناها كرمال انت ما تمشوا. بيقولوا عادة لما حد وحدة تعمل مشوار أو كان عندها شي براسها وما يزبط معها طلعت سلتها بلاتين، نحن طلعت سلتنا معتين اليوم. عظيم. هلا شو بنعمل؟ وقف أوتوستوب؟ أوتوستوب؟ مثل اثنين مشردين تركوا على الطريق بمحل ما حد عم بيقطع سيارات. بدنا نمشي. اللي مشيناهم من برا بنرجع نمشيهم من جوا، بنمشيهم من برا كمان السيارة. عيط بركة سمعونه قول إلي خليك عم تعيط. أنا عم بصف بالألوان الحلوة بصوت الطبيعة والهوايات الرائعة. جينا بلا جاكيت مش عاملين حساب كمان. لما تكون أنطوني أنا هيك عم بتسير مع ناس من برات لبنان أو لبنانية فلو شو يقولوا لبنان مش حلو أو يحكوا حكيت بقولن أنا بركة ما أكون حق على الساحل. لبنان بعد 300 متر جنة صح؟ مزبوط، إلا بعد شقفتين، واحدة بالنقورة ما حدا ندق فيها، وواحدة هون على رأس الشقة، فإن شاء الله بنتمنى إنه ما يتعمروا وما ينتزعوا وما حدا يقرب صوبهم، ويضلن شقفتين محميتين، فيضل عنا فينا نقول بحر أزرق حلو ومرتب. قص الزون هيك كيف كان لبنان من زمان؟ مارك صار بدي منقوش بس إلي ما حيطلع له ما مشي صار أنا وياك صار بدي منقوش منقوشة زعتر غير شكل منقوشة جبنة غير شكل صار بدي منقوشة ضروري. نحن من محل ما كنا طلعنا بالهرة رجعنا على سلعاتا رح نكون منقوشة أما نرجع نكفي ونفرجيكم بقية الطنز اللي موجودة. أنا واحد خلصت الترويقة يا شباب. أيوة.
تريقة نمبر 2. انت الجبنة لك الجامبون قلنا. بس هو ما تعرف بيطلع له قبله؟ طعمي زعتر. من بعد هالمشية باكل زلف. أول شيء تونيل تبع سكة الترين، تاني شيء تونيل الكبير الجديد تبع السيارات، تالت شيء التونيل يلي هو القديم يلي الناس تستعمله على الطريق البحرية، ورابع شيء ويمكن الأهم هو هالتونيل المخبى ورا الصخور يلي عملوه العثمانية وبعده الحجر والزخرفات عليه. له قصة، له قصة كتير حلوة. يعني العثمانية ب 400 سنة خربوا أكثر ما بنيوا، بس يعني تركوا لنا نفق. حلو، شو تاريخه؟ منيح اللي ضرنا من هالنفق العثماني ضل 400 سنة بكل الجرايم وكل الصعوبات، الأوامر الشعب اللبناني وانتصر عليها. أنطوني هالنفق هو بيرجع سنة 1909 وكان شغلته الأساسية يعني للأوافل وعربات الخيل العثمانية، ومثل ما بنعرف انه هالمنطقة بالتحديد يعني راس الشقة غنية بمجموعة من الانفاق والسكك الحديدية، عم نضوي عليها وبعد رح نضوي عليها مع بعض شوي. انا عبالي فرشيك شيء الناس ما كتير بتعرفه، كيف يمكن عمروه او كيف كانوا يحملوا من هون ينزلوا على البحر؟ انا بقى بخاف انت من العلو او بتوقف معي في 100 متر تحت. معك لا اخاف. يلا يلا اللوس. السؤال بيسأل حاله، ليش عملوا طريق على الجبل؟ ليش عملوا هالحدايد؟ ناس بتقول كرمال يلقطون ويمشوا، ناس بتقول كرمال يهدون كابوري لأن كانوا يطلعوا أغراض من تحت. هل هن استعملوه كرمال يحفروا ويشيلوا الردم تيجيبوا حجار؟ هل كان الطريق على جنب يمشوا فيها قبل ما يصير فيه التونيل كرمال ياخدوا أغراض من هون ومن هون؟ كتير أسئلة ما بعرف إذا عنا جواب لها. بس الأكيد الأكيد المنظر بياخد العقل، هالانحدار تقريبا عمودي على البحر، مشهد عن جد استثنائي. سكت الحديد وبلشت نهضة لبنان، يمكن كمان لك دور بالاستقلال بلبنان. هي يعني سنة 1942 بوقت الانتداب الفرنسي والانجليزي قررت هالسكة وبلش الشغل عليها. شفناه كثير حلو، شفت قديش العمل والشغل بعد قديت من 80 سنة تقريبا بعد القصص كأنه هلأ معمول. بنقول إنه قديه المنطقة اشتغلوا بها السكة، وعندي خبرية من الأشياء اللي قريتها ليش قرروا إنه يحفروا الجبل، لأنه كانت السكة بدها تمرق تحت حفاظاً على خصوصيتهم. قاموا هالرجال القبضيات قرروا يساهموا كلهم بحفر هالجبل، كانوا يقبضوا ليرة للكبار النهار ونص ليرة للصغار. هلأ يلي صار بها السكة إنه كانت كتير أساسية لوصل إذا بدك بعضه، ولوصل لبنان بالخارج لبنان بفلسطين، وكمان كانت مهمة للجيش الإنجليزي لأنه كان يغطي عليها مواد بناء، وكمان كانوا العناصر اللي هن بيوقعوا للإنجليز ولكل دول كومنولث كمان كانوا يستخدموها، وكانت مهمة للبنانيين بدهم يسافروا على سوريا وعلى تركيا، وكان فيها محطتين، محطة بالبترول ومحطة بالأبناء هالمنطقة. يعني كان مش بس حماد، كل هالمنطقة اشتغلوا بإيديهم بيساعدهم لبناء هالسكة العظيمة. وحدة بلشت علاقتنا أساسية نحن أستراليا، أستراليا أخذت اللبنانية واليوم في جالية كتير كبيرة، بس بلشت علاقتنا من وقتها صارت الجيش الأسترالي أستراليان كومنولث أرمي إجت وساعدت ببناء هيدي السكة، وفيكم تشوفوا بمحلات كتير على حجار بتبرج وبغير محلات بعض اللوجو موجود لشغلهم وتعبهم بلبنان، وهيك بلشت العلاقة بين هالبلدين.
سو أنتوني أنت وإلي خبرتونا على نفق عثماني تركي ب 1909 وعلى نفق فرنساوي 1942. أنا بدي أفرجيكم على أقدم نفق هون يلي هو نفق الطبيعة يلي الطبيعة بتاعتي هالجمال كله سوا عم نشوفه قدامنا. نفق طبيعي كيف ما بنطلع منشوف موس وفجار يلي هو دليل على في رطوبة وقلة الضوء. هون أنتوني في قد ما بدك أنواع فجار، في عدلك أكثر من 10. رح نعطي كل أساميهم بس تقول الموس هن هول يلي هن أقدم من الفجار يلي هن نباتات كانوا ما يقدروا يعلو، الفجار هن أول من نباتات صاروا يعلو. هيدا نوع يحوي هون، هيدا نوع تاني عنا هون كذا نوع حد بعضهم. إذا بنبرم هون أنتوني بنشوف دايما بنحكي عنهم الفجار عندهم على القلب السبورز يلي هن بخلون يتكاتروا، فهيدا نوع. هون على صغير كتير عنا هول يلي هي كمان نوع فجار. مارك مارك ما بتعرف اسميهم؟ بلا بدك لك يوم بلك يوم بس انه انا ما خصنا مش انا اخترعتهم. سو في واحدة اسمها اديونتوم كابيلس فينيريس، في واحدة اسمها دريوبتيريس فيليكس ماس، في واحدة اسمها سترخ، هؤلاء كلهم موجودين بعد ما كملت لك يوم. اذا بدي كمل هذا قولهم حنبين فيري نوردي، خلينا نقول فجار او سرخس بالعربي وكل عم يحضرونا يضلوا مبسوطين ويحبونا. أنا تعرفت على شاعر من المنطقة بيعرف كتير تاريخ المنطقة، خبرنا أخبار اسمعونا. يلا بس أحطها ودي نتفى لأنه هذا الفحم. يلا إلا كنت الورد حمال وديت لك، لو كنت يا حلوة عأيامي، كنت الورد حمال وديت لك، لو كنت يا حلوة عأيامي، وشي ألف قصيدة كتبت لك ووديتن عجوانح ألف حمامي، لكنت انطرت تحكي صفصافي حتى تمري تقول لك عوافي، واشرب من عينيكي اللون الصافي، واشتاق لك حتى انت وقدامي، لو كنت يا حلوة عايبي. في سنة 57-58 بي كان مدير مرسة حميتها هنا، وفي الساعة 7 من عشية جو استاذ تاني ما معه سيارة بس جاب سيارة من واحدة قرايبه، قال له يلا يلا قوم وش في، قال له زهرة السيدة النورية. وأنا صغير رحت معهم يا معلم، العالم هيك الساعة 7-8 من عشية هيك العالم. طلعت على العالم ايش في يا سيدي، جيبوا هال القطن ويمسحوا عن سيد النورية وينزل هالزيت، يمسحوا النورية وينزل هالزيت. أنا ولد شوف يعني إنه هالعالم، حتى متذكر واحد أخرس أو ما بعرف ديناي صار يمسح ويحط على ديناي، شفت كيف؟ بس هيدا شعوش ده الأخرس بدي عوش شي 104 سنين ما صار له شي سنتين متوفى مثلا، يقول ياه وحط وما طلع العالم الوادي بيعطيك شغلة. لا شو هلا هيدي شغلة، هلا اولادي الكبير عمره 42 والبنت شي 37 والصغير 35-34 الصغير حكيم يعني. نزل تحت دير النورية، هي انا شفتها بعيني، انا نزل انا واولادي داير هنا داير بطن داير مرم خويل نزلين. هلا في شاب وبنت مرئين طعن عليهم، نحنا وصلنا لهنيك لقينا في مرة ختيارة بالدار تمشح زي، قول يا عمي هيدي هالصورة عم تمشح زي مرة ختيارة. أنا بين وبينك طلعت ولادي طلعت لهم في شنبريش من ورا، طلع هيك نزل زي، جاوا الشاب والبنت ياهد شوية هجئت هالعالم، هاي شايفها ايه شايفها انا وولادي، ما حدا مخبرني اياها، ودايما بقول لهم بشفيعتها السيدة النورية انا مسافر 40 سنة ماني مخلى افريقيا، ابيع رز لشركة بين غانا ونيجيريا وبسيارتي اروح من دولة لدولة. غير هيك يا حبيبي افريقيا انكسرنا بافريقيا، رحنا نشتغل على محطة بنزين ببوسطن على التلج
في 14 ساعة كل يوم من أمريكا يا معلم من بوسطن. نعرف واحد ضابط بيجي بيعبي بنزين وقت قال لي فيت الأمريكان على العراق لما بتطلعوا ما عندي حدا لا جيت على العراق مع الأمريكان ومن العراق يا معلم آخر مرة أنا جاي فتحت المحل بتعرف وين كنت أنا جاي من أفغانستان ومين حاميني سيدتي النورية وحامي ولادي وحامي أحفادي وما طلبت شيء منها إلا عطيتني إياه بشفاعتها يعني وما في شيء عملوا وبقولها دائما أنا بشفاعتها النورية وبيمرق عالم ما بعرفهم إسلام مسيحي ما بقول له وإللي روح عدنا يقول له شفاعتها إن شاء الله وتذكر فيه بيجول عندك بيقولوا له والله معك حق شو معي حق هاي صاير معي أنا شايف لك عندك أخبار كتير انا لو افتح لك بيك مدير مدرسه وبيك كان كوميسير بجيش الفرنساوي قبل ما عمل مدير مدرسه فهمت علي وقت اللي روحوا الفرنساويه بدهم اساتذه والمرحوم بيي خريج فرير يعني وعنده اخبار كثير وكان يعرف بالادب وبالنحو وبالاعراب واخبار بسمع حتى انا وصغير جي حشري كنوا قاعدين الفكرية هون على الآن بس بالساحة يعني جي تسمع عليهم جي تسمع عشان يخبروا بالحرب العالمية الأولى وكيف الترين ونازل يفزوا عليه تيجيبوا قمح طلعت التونيل وحتى نحن قاعدين هون جاي سيارة واحد من أنفه ما كان عمري شي 13 سنة 12 سنة يعني تركيا جاي سيارة من فوق في الفريمة وبربطنا ثلاثة فكرية وانا هربان ما سابتني بس الكرسي سابت السياره كانت واقفه هون السياره صارت بطار فكري والكروسي خبرنا عن تذكار يلي على باب الضيعه ايه هلا هاي بتعلق هاي هاي الطريق كانوا هون الانجليز مشان المشاريع والفرنسيويه كانوا مشان الامن بالانتداب المشاريع هلا خوفوا الانجليز لا جامعة هتلر دول المحور يضربوا التونيل عملوا هاي الطريق من حنوش من تحت الطريق الساحلية تتوصل للهري بسموها طريق الميت يوم أوكي. طريق هاي دي كان من طريق الميت يوم وعملوا تاريخ صخرة كبيرة إذا بتطلع بوس طلعة هون بوس طلعة وبتنزل 40 متر بتشوفها على يمينك وهاي دي جاب شارة الخوري رئيس الجمهورية في هذا الوقت جاء دشن الطريق هون وقص الشريط عند هاي بالتاريخ يعني الصخرة الكبيرة أوكي. وكان معه عسكر وكذا وولاد حمير كانوا عم يتفرجوا مبين على الفيديو هون على الجبل واقفين هون هلا كان في اثنين فتيرية يقعدوا عندي هون يعني هلا ماتوا بس كانوا بالتسعين وزينين فرجيتهم اياهم فرجيت الفيديو يعني ايه نحن كنا هون شو بدي اسال سؤال انا بي مدير مرسى بحياته ما مخبرني اني بشورى الخوري جول انتو ما بحياته ولا جدي مخبرني ولا حدا بهالضيعة وانتو ما انتو هلا عم تفيق علي تقول لي هاي ما انتو مخبري حدا احزير اشياء ولا قول له اش بدنا منه قول له بصوت اش بدنا منه نحن عندنا دخوناتنا عم نزرع نقطف دخوناتنا لوزيتنا زيتوناتنا ما فرقوني معه قلت لهم بس بدي اسالكم انتم اثنينكم اسم الله تمشوا من دون عكازه وما انتم طوبين بس انا وصغير بشوف الختياريه حتى من سته يدي طوبين ماشي طوبين زكي زيرا شغله قال لي بقول له بالقديم غير هالعصر ندل من الصبح العشيه من الفجر مثل ما بيقولون النجر نحصد القمح نقطف الدخان نلم الزيتونات والموج نقطف اللوز نضل طوبين يضلوا طوبين قال له معنا قال له يعني عم يحكوا عن الأب ايه انا شوفهم يعني خبروك اخبار وهون المجموعه قلت لك جاب شارع الكوري قبل عن سكه الترين شو بتتذكر من سكه الترين؟ تسمعوها كانت توت 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 تسمعوها من هون تشوفوا دخنتها السوداء شو بتشوف؟ لا رح لك شغله خط الترين فضل. اذا شايف البيت اللي بحنوش الارمي القديم هذا بيت جدي
جدي كان بأمريكا وعخط الترين ينزلوا نزلونا أمي وخوليتي وكذا بالصيف ننزل نصيف تحت. أوكي. إيه الأكبر مني إخواتي وولاد خولي يعني أكبر مني يزيدوني 30 سنة يعني. أوكي. فهمت كيف؟ ينزلوا يجيبوا سمك العنوش ويقلوا أو يروحوا على البترول وأمي وخوليتي وستي كانت كل شيء يعملوا هوني كيف؟ مثل ما تقول نشوف الدخنة يمرق يعني بعيدة 20 متر عن البيت وايام نمصد نزمر او نعمل له هيك للترين هيدي حتى اخذت الترين هنقول لك انا ذكرتني بشغله او ختياري اللي كنت بتلاقى ضربتنا السياره بينهم عم يحكوا مع بعض عن يتشارعوا لا انت ما عملت انا هيك انت يا خي ايش القصه يا خي حملت انا كيس شوي قمح من الترين كبيته وطلعت عليه وهو حمل كيس الثاني وفتنا بالتونيل من بعد ما روح واحد قال لي ما لقيته انا سبقته هناك كم متر وانطرته قدام الواحد ما لقيته الا ترك هالشوال وصار يركض دخل كومير لو عم الحيط له اشباك العطوا اشباك شاهد قال له هيدا انت قال له اشباك تاري هنو جاي لك الخبرية كيف بتجي طبيعية هنو جاي محمل الكيس على ظهره يلقي كل ما يتعب يلقي بالتونيل على الحيط او شيء يلقي هيك او شيء تاقه بيبقى في تاقه يلقى عليها هلا كله شحطار يمسع عرقه يعني. هلا وقت النطر هيداك وجاي شايف واحد عبد قدامه خوف فكر انه هول هيداك هاي الذبيحة تصور قدامك هون هاي دي سنة 43 زرعوها الانجليز وقت عملوا الطريق أي. عملوا طريق وكان في ذلك الايام رئيس بلدي اسمه ميشيل سوريا هيدا جوز عمتي يعني كان رئيس بلدي زرعوا هاي وزرعوا له فلين شجرة فلين روح لي بدي شيفها هاو عمت عمتي هاو زرعوها سنة 43 والاحلى من هيك انا ما بعرف بس خبروني من بعد ما دشن بشورى الكوري هون تاريخ اعتقلوا الفرنسوية هلا كنا عنده وخبرنا انه زرعوا فلينه بال 1943 كثير غريب يكون في فلين بلبنان هالوقت يعني الفلينه انتوني هاي اذا فكرناها السنديانه بس الايكوس من برا تبعها بتعمل الفلين وهول هن بزلطون في بروسس طويل عريض لتصير بعدين الفلينه اللي هي تبع البيض وعندها كل هالاستعمالات خليني افرجيك شوي اكثر كيف تمام ننزع نحن من هاي جبنا واحدة ما نفرجي كيف هيدا العادة الشجرات عندهم هاي الخشب وبكون هيدا الايكورس تبعهم هون الحين بينه الفلينة الزيادة بتعمل ماتيار بنسميها السوبرين يلي بتعمل السوبريا اللي هو برا يلي هن هول الفلينات هلا هيدا بينقص بيتزلط بنحط مي سخنة بينفش وبعدين بصير يقصوه بصير فلين الفلين هو ماتيريال كتير ايكو فرندلي من شجرة عنده أكثر من 100,000 استعمال من هالسنديانة السيدة النورية هي دير هي مش بس المنظر لأن أغلبية العالم تروح على المنظر وقفة على الدير وقفة أساسية وهندسته حلوة كتير
خبرنا قصته. هالدير تعمر سنة 1890، واللي عمره هو المطران غفرائيل شتيلة قد دمشق. كان وقتها مطران جبل لبنان وبيروت، كانوا مطرانية وحدة قبل ما يصيروا مطرانيتين عام 1901. غاية بالبساطة هالمطران يلي وضع تصميم هالدير مع هالقناطر الحلوة، مع الطابق الأول والطابق الثاني، مع البركة اللي بتتوسط هالساحة الحلوة، أرادوا يكون للحياة الرهبانية. هو كان معروف كتير بحبه لهالحياة الرهبانية. الكنيسة اسمها كنيسة سيدة البشارة، فيها صحن واحد الإيكونوستاس من الرخام، وأيقوناته بتعود للقرن العشرين. والمطران هو اللي اختار الاسم، اسم سيدة النورية، لأنه نحن رح ننزل على الدير الأساسي الدير القديم ونعرف كمان شو كان الاسم الأساسي لهالدير القديم، ومنه استوحي اسم هالدير دير سيدة النورية العجائبية. إلي أنا كل ما بجي على هذا الدير، على دير سيدة نورية، بحس دايماً أنا وصغير وقت أهلي كانوا يجيبوني بسلام كتير كبير. فعلاً هيك الإنسان بحس بالكتير من السلام والفرح. وأنا شوي زيادة لأنه هالدير له كتير ذكريات بحياتي. أنا كل طفولتي هون، هون تعرفت على المسيح وحبيت العذراء، وهون تجوزوا أهلي، وهون تعمدوا إخواتي، وهون عراباتي أسسوا إذا بدك مرحلة مهمة بحياة هالدير وحافظوا عليه عراباتي اللي صاروا اليوم بالسما، الأخت سوازوستيا عبدو أفجانيا أربان، يلي هن حميوا هالدير وصلوا كتير وصلوا لكل الناس تيبقى هالدير منارة، واشتغلوا مع باقي الرهبات إنه يحافظ على هالإطار الروحي العظيم والمؤثر اللي فيه. بقى هون إذا بدك بالكنيسة كنضل على القراية وبالزياح أحمل الصليب، وما في ويك أند ما كنا فيه بدار النورية، بقى له محل كتير 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 غالي على قلبي. بمجد الخالق قلعة أنفة البحرية طرابلس، لو الطقس أحلى كنا شفنا طرطوس من الآخر، الشكة قدامنا وهالجبال الحلوة، جبال لبنان الأرزات والتلج. 1890 عمروا الدير الجديد العجائب، ونحنا وين؟ نحنا هون بالدير القديم يلي بيرجع للقرن السادس. قصة هالدير كتير مميزة لأنه يحكى عن المتوحد عبد المسيح يلي هو من بلدة عنفة، كان بطريقه لدير مرسيبة بفلسطين، بيشوف بقلب جبل راس الشقعة هون بيشوف سيدة عمته ميلو، وكان في عاصفة بقلب البحر، فبيقرب بيلاقي يوحنا كزانوفون يلي هو أحد اليونانيين، وبيفهم إنه لازم يخلصه من الغرق. بيقول له يوحنا كزانوفون خدني عند هالسيدة يلي عم بتقلي لا تخف يا ولدي أنا معك. بيوصلوا لهون لهالموقع بالذات بتظهر له العذراء، فتكريماً لها قرروا إنه يبنوا
هالدير الموجود هون يلي عمره تقريبا أكثر من 1500 سنة. هالدير اللي تعمر سموه دير سيدة المنيرة. لما عبد المسيح ويوحنا زانوفون شافوا العذراء شافوها أكيد حاملة الطفل الإله مثل ما بتصورها الإيقونة الموجود منها أربع نسخ إن كان هون أو بدير سيدة النورية، وهي دايما حاضرة. وحتى في أكثر من حدث تاريخي على امتداد السنين من 1500 سنة لليوم بيرون الرحالة الأجانب عن هالجبل يلي بيشاهدوا فيه سيدة حاملة ابنها ومضواية هالمينا تتكون منارة للخلاص ومرشدة أكيد لابنها المخلص وتتخلص حياة البحارة. فهي شفيعة كل البحارة، ونحن ببحر الحياة كمان عم نقاتل ونجاهد تنوصل على المينا، بقى هي شفيعة الكل. أحوش، بعرف أنا هون في خبرية لها علاقة بخلاص روسيا من الحرب العالمية ومن النازية. خبرية كتير مهمة، لأنه سنة 1944 مطران جبل لبنان هالبطل يلي بيحمل اسم إيليا كرم انعزل تماما عن الناس وجا صلى هون بقلب هالمغارة أمام إيقونة سيدة النورية، وحمل روسيا بصلاته للمرحلة الدقيقة والقاسية اللي كانت عم تمرق فيها روسيا. ظهرت له العذراء وطلبت منه ينقل الرسالة اللي ممكن تخلص روسيا من الهلاك. نقل هالرسالة لستالين. رسالة شو بتقول؟ عدة خطوات ممكن تخلص روسيا من الهلاك، ويلي هي: أولا إعادة فتح الكنائس والإكليريكيات والأديار، إخراج الكهنة والرهبان من المعتقلات، تطواف بإيقونة قازان العجائبية بمدينة لينينغراد المحاصرة، الصلاة أمام إيقونة العذراء بموسكو، وأنه ترافق أيقونة العذراء لجنود السوفييت حتى الحدود، والتطواف فيها بمدينة ستالينغراد. الرسالة وصلت لستالين وكان كتير مستغرب أنه تتنفذ هالرسالة أو حتى تتصدق، ولكن الواقع غير هيك. ستالين نفذ هالطلبات، روسيا خلصت من وضع كان ممكن يؤدي لهلاكة بفضل العذراء اللي حملت هالرسالة للمطران إيليا كرم يلي هو مدعاة تكريم كتير كبيرة بروسيا اليوم، واندعى أكثر من مرة على روسيا لتكريمه من قبل ستالين. هلا بما أنه ستالين نظام شيوعي، كان معقول نقول انه مش معقول يصدق هالخبرية وهيدا الصلاة اللي صارت وهيدا الطلب، بس صدقها ومشي فيها واخذ الخطوات وخلصت روسيا بعناية العذراء. لكن فينا نقول اذا كنا من امن بهالشي اللي صار بهالظهور اللي صار انه خلاص روسيا من الحكم النازي والهيمنة والهجوم النازي اللي كان ممكن يؤدي لهلاكة بشكل نهائي، بلش من هالمطرح هيدا. أو هل هو شيء علمي؟ أنا أخيراً عجيبة أكيد، لأنه هم حلوين وما بتشوف كتير مثلهم. هي شيء علمي، هذا الشيء بنسميه أنيمو مورفوز. أنيمو جاي من كلمة يعني الهواء، بتعني الهواء. هو لما الهواء بسكر الهواء كتير قوي بيعطي شكله لشجرة، فبسبب عميم الهواء هي أكيد راحت مع الهواء أخذت هذا الشكل، ولأنها كتير قوية ورفضت الموت في كتير نباتات مع هواء ملح وهواء ما بيقدروا يعيشوا، هم قرروا يعيشوا تأقلموا هيك وأخذوا هذا الشكل.
اكيد رح تسالوا حالكم السؤال ليش من بعد برمتنا نقينا ضيعه وحده واسمها كفتون. نقينا كفتون لانه في مشاريع كتير حلوه هون، نقينا كفتون لانه بتعرفكم على مايا، ونقينا كفتون لانه رح نعمل هايك ولازم الشباب يروحوا يلي اكلوه كل الموسم. مايا خبريني وين وصلنا. انتوا هلا بمحميه اسمها محميه فريد ودعت كرم بكفتون، يلي هي مش كل العالم بيعرفوها. هي effectively بيت أهله لفريد كرم. دكتور فريد كرم هو من الأشخاص اللي فوتوا فكرة الكشافة على لبنان. هو حدا بحب الطبيعة، بحب البيئة كتير. سو بـ 99 رجع على لبنان وقرر يعمل renovation لبيت أهله ويحوله لمحمية ويرجع بعدين سلمها لجامعة البلمنت تتكون مركز تدريبي، مركز أبحاث، وكمان محل العالم تنبسط فيه بالطبيعة. ريسنتلي نحن من 3-4 سنين جمعية تحريش بلبنان عملنا اتفاقية مع جامعة البلمنت تنكون عم نفعل هالمركز، لأنه مش كتير العالم تعرف عن محمية فريد ودعت كرم، وهي منطقة كتير حلوة، البيت كتير حلو، هلأ بتشوفوه عقد كتير حلو، الطبيعة كتير حلوة، في هايكينج تريلز من هون بيوصلونا على أنهر سوبر حلوين بلبنان. فالفكرة أنه نحول هالمركز لمركز لتلاميذ المدارس بالتحديد، أنه يكونوا عم يتعرفوا على الطبيعة، يكونوا عم يعملوا اكتيفيتيز عن الطبيعة، يتعرفوا على النحل، يتعرفوا على الشتل، يمشوا بالطبيعة، يعملوا جيمز، يعرفوا الحشرات والشتلات والبلانتات وكل شيء. ماركو انا بنحب دائما ارجع اذكر لكم بالاراي لبنيز فورستريشن انيشيتيف، واللي عندها كثير اهداف فيه اكيد ترجع تزرع كل لبنان، بس الاهم واللي بحبه كثير هو كيف فينا بلبنان نرجع نوصل كل غابات الارز من الاول للاخر، وهذا المشروع ان شاء الله اولادنا بيقدروا يعيشوا فيه ويقدروا يختبروه. هاي انا تادي حبشي كمان ضمن جمعيه تحيش بلبنان. بهيدا النشاط رح نكون اكثر منركز على السياحه البيئيه، ضمن هيدا النشاط رح نكون عم نتعرف اكثر على النحل، اهميه النحل بالطبيعه. كمان بتقدر العائله تجي ان كانت اهل والولاد او ان كانت مدرسه تتعرف اكثر على اهميه النحل، اهميه تلقيح النحل للزهور بالطبيعه. بنقدر كمان نشوف اكثر شو في قلب القفيه، ان كان الملكه ان كان البولان او ان كان البيض، كل هودي القصص. اكيد بس نخلص هيدي التجربه في عنا الهاني تيستينج، من بعدها في عنا كمان هايك كتير حلوه بقلب الغابه، بنقدر نوصل على نهر كفتون، منطقه كتير حلوه بنتعرف على النباتات على الاعشاب الطبيعه يلي هي كمان كتير بتتميز بقصص فريده من نوعها بالمنطقه. من دائر سيدة النورية بحمات نوصل لدائر سيدة كفتون، والاسمين حمات وكفتون أصل سرياني. حمات بتعني نبع المياه الحارة، وهي تنسب لنبع الحلوة اللي موجود بأحد المغاور وبيطلع من تحت الماء بمنطقة حمات، وكفتون تعني القبة. هالدائر المقدسة اللي بيرجع للقرن السادس سكنوا حتى بدايات القرن العشرين أكثر من 300 راهب. بعد فترة انهجر الدائر ليرجع يستعيد نشاطه ويرجع يستعيد حياته الروحية سنة 1977.
هالدير العريق اللي عمره 1500 سنة مستمر برسالته، مثل ما ذكرت سنة 1977 استعاد بريء والحياة الرهبانية مع الأختين أنطونينا الياس ولوسيا شلهوب، واليوم هو مقصد لكتار من لبنان والعالم، وهو منارة روحية من كفتون للبنان للدنيا كلها. هلأ فهمت ليه جينا على كفتون، مش بس الدير بس كمان الأيقونة. هالأيقونة الرائعة الجمال والاستثنائية بفردتها، نشوف على أول جهة والد الإله المرشدة مع يسوع المسيح المخلص المبارك. هالأيقونة هالجهة من الأيقونة رسمة بيعود للقرن الحادي عشر. إذا بدنا نبرم على تاني جهة يلي هي كمان مميزة، منشوف الظهور الإلهي عماد المسيح المميز الكتابة على هالأيقونة اللي هي بثلاث لغات، بالعربي بالسرياني وباليوناني، استثنائية بكل معنى الكلمة، بتعود للقرن 13. هالأيقونة انسرقت سنة 1972 واستعادها الانتربول من لندن، ورجعت انسرقت سنة 1975، وبعد 10 سنين أعاد السارق إلى الدير بعد ما ظهرت العذراء عليه وطلبت منه هالطلب. بقى اليوم هالأيقونة بتضوي هالدير باستثنائيتها بشفاعة مريم وبحب يسوع لنا. مال لوسي، يعطيك أول شيء ألف عافية أنت والرهبات. سنة 77 أطلقتوا هالدار من أول وجديد، أعدتوا للحياة. كيف لك؟ نطمع ربنا، ربنا يبارك. مامير، أنا خبرت قصة الأيقونة كيف انسرقت أول مرة وتاني مرة، بس في أكتر من خبرية وأكتر من حادثة صارت مع ظهور العذراء على هالسارق يلي أعاد الأيقونة. فيك تسمح تخبرينا إياها؟ هذا أخذها تاني مرة صوت عم بيقول الدولة ما في تطلع برات لبنان تبيع، وتبيع من لبنان كل الناس عم تتفلت تعرفها، خاف يبيع من لبنان. لما ظهر عليه ما عطيته إيده تبوس تبوس إيده، زعل الطلب كتير، فكر أنا أحلى شيء رد عليها. ليش ما عطيته إيده؟ قالت له ما عطي ده بس رأينا الحرامية. ناس قال شاطرة. إيه ساعتها تعرف أن المطران أنا بدي أجيب لك الأيقونة، قال له سيدنا جورج أهلا وسهلا، لا يجيبنا ما بدي أعرف منهم. جبنا أنا مع سيدنا جورج وأخذها، قال له الله يكون معك ويسامحك. خباها سيدنا وما عارف كيف بده يغلى حدا للرهبات، بس إنه جايب أيقونة. بعدين صاروا خايفين من الحرب، لأنه أنا بين بالليل وبالنهار عم تنزل على المسجد والرمانة والمسجد كله. كيف بدهم يعملوا؟ كيف بدهم يخلصوها من النار؟ سمعوا المصاب من البطرة كمانشاف، كيف درسوا القصة؟ كان عندنا كاهن بالقلب من فرنسا عم بيرمم أيقونات، عندهم بتصلوا بحكومة فرنسا إذا بتعبكم بالترميم بكون خلصوهم من الحرب، لأنه كان كتير حرب قوي، وخطة سرقة أيقونات موجودة بعقل العالم المصري. عملوا اتصالات مع حكومة فرنسا، قبلت فرنسا بالشغل بتاعي، جمعون 40 صورة وهي وحدة منهم، كلها لقديمين، وبعتوهم طريقة سرية كتير على فرنسا. ضلوا 9 سنين بفرنسا بالترميم، وسيدنا جورج روح يجي يشوف الشغل، ونحن نقول لنا الناس لا يكون موجودة محل أمين، ما نجيب لها تيخص الحرب. بعد ما خلصوا ترميم 9 سنين عملوا لنا معرض بلدية فرنسا شهرين، كان خلص الحرب بلبنان، جابوا لنا اياهم طريق سليم يعني طريق المطار، وصلت على الدير 16 نيسان 97، غابت 20 سنة عن الدير 77 لـ 97. Thank you.
هلا ليش بقيوا هودي كيف ما بنعرف يعني هن ما لحقوا هن اللي اجوا بعد الدغري اللي ليش طلع منهم وشو ما حدا يكفي عليهم ما بنعرف ما في شيء بس انه نشكر الله خلونا نجيهم ونحن عم نصور شفناهم ترمموا بقينا 9 سنين من الترمين فيهم جبنا فرقه بولونيه اختصاص تعرفي تيجي بس الصيف شهر 15-16 عام نهتم فيهم بكل شيء يعني بيتهم نومهم اكلهم شربهم سيارتهم تليفونهم كل شيء وجهه ايدهم احنا كلفوا مئات الاف دولارات قديش في خبايا لبنان انا فكر حالي اللي بعرف لبنان بعدني بفوت على محلات بقول وقت هالحلقه يلي تاريخها 1500 سنه ما عم نحكي من 100 و200 عم نحكي بعظم هالكنايس يلي يا ريت الحيطان بتحكي 1500 سنه من الشهاده المؤثره والملهمه من قلب الصخر اللي عم يطحن الصخر تيرفعوا اديارهم وكنايسهم بعرف قديش بتحب الجداريات او الفراسك هالجداريات عمرهم من القرن 11 القرن 12 من جداريات بيزنطيه لكنيسه مرسى كيس وباخوس على ضفاف وادي كفتون حد هالنهر الحلو اللي بتسمعه وبتسمع جمال الطبيعه كانه عم بيصلي كل شيء استثنائي بهالكنيسه وبالاخص جدارياتها جداريه الشفاعه يسوع العذراء مار يوحنا بنشوف كمان جداريات لشفاعي الكنيسه مرسى كيس ومر باخوس القديس ثيودوروس القديس جورجس بنشوفهم بلا الاحصنه وهيدا كمان إطار كتابي للجداريات أو رسم للجداريات استثنائي بتسمع صوت المي كأنه عم بيصلي صوت النهر الماشي بوادي كفتون شيء شو أنت شو انطباعك خبرني أنا بدي أروح كفي صورهم لأنه مش عم الدنيا مش سيئتني حتى لو مارك عم بيقلنا مخرين وحتى لو مخرين لا بدكم تعطونا 5 دقايق لأنه مش مصدق باللي عم شوفه شو فيه عظمة هالبلد ضيعة متروكة على كعب كفتون نهر مي الصورة بيوت قديمة ومن هون بتاخدوا النهر وبتضلكوا نزلين وبتصيروا عالم سايحة وبعد فيه يلا بنركض شوية هايكينج قبل ما تعتم انا كنت طلع بالي خبرك عن كل النباتات اللي هون بس لانه ما بقى فينا نصور صح شوي عتمت صح بدك توعدني ما نرجع وعد لانه هيدي يعني في كتير نباتات حلوه بس تقول لك نحن وين نحن على درب المسايلحه يلي تقريبا بده 6 ساعات مشي رح تشوف قد ايه في جمعيه هون عاملين شغل كتير منيح مظبطين السطيح ومعمول هلا بتشوف قدام بس نحن ما رح نعمله كله نعمل شوي وهلا بنشوف اذا رح تحب وين رايحين جنة والله جنة الأصوات الخضار وأكيد بالنهار مع الشمس أحلى بكتير كتير بس هلأ السقعة البرودات صوت الطبيعة اللي عم بتنام شي ولا أجمل من هيك ولا أجمل من هيك والشغل نعمل صح طلعوا البطون عم نمشي عليه على العناية بس تمني تركون ضيف تمني كرمال الله تبدو تركون ضيف هلا عم نقطع مي بيوت قديمة طوحين ما تقلي مش بس ناقصها شغلة شو ناقصها؟ ماشي؟
صح شو لبنة؟ مش غلط في حدا هون؟ في حدا هون؟ أهلا شو عم تعمل هون؟ ناطرك عامل لك شاي طعميك لبنة شو معقول؟ جينا اخر هالليل حبيت المفاجأة مارك ميرسي عم بقول ليش قال لي جاي روح بلا جاكيت فوصلنا دفعنا النار و رح ناكل شيء او ولو معقول رح نجيبك بالاكل شوف اوه كعك عسل أمين تنبيد my favorite biscuits السهرة طويلة وين هاللبنات مش اللي قديه صار له عبالنا عن هو ما بخاف واليوم فات معنا بالتونيل يوم خاف كرامبو كان خاف لا خلصني شو بدك فيه معقول تركتوني بقلب هالبراري هالأدغال بالليل لحالي بس كيف لقيتنا؟ كيف لقيتكم انتو اساسا اشهر من نار على علم ايوه مشهورين كثير okay. بس هيك تنحكي خبريه عن اشهر من نار على علم واحد من التفسيرات انه العلم هو جبل مشان هيك لما كانوا يشعلوا النار لعده اسباب لحتى تبدا معركه لحتى يوصلوا خبر من جبل لجبل كانوا يولعوا نار بقى ما كان في اشهر من هالنار انها توصل الخبريه او تدل على شيء مشان هيك اعتمدنا هال مثل هالمثل بلش تضايق زهزهت على البدايات اعتمدوا هالمثل واعتمدناه كمان وهلا بما انه انتم ولعتوا نار انتم اشهر من نار على العالم بقى ظابطه على النار وعليكم على النار لما يقولوا اشهر من العالم النار مش الارز عن جد النار على العالم لانه ليك استاذ رحيل لانه مشهور لما بكون موجودين في ناس بتقول له اشهر من الارز على العالم في ناس بتقول له اشهر من النار على العالم شكله اثنيناتهم انت ما عندك شيء ضد الارز بس انت لا اكيد اكيد بس لو بتحب الزبده كثير 100% ايوه بس الارز ما في حدا مثله صح صار وقت الرجعه يعني برد شوي رطوبه كثير شوفون بس انبسطنا بالقعده انبسطنا بالسربريز ختامها مسك بس بعد ما خلصنا هلا صار وقت العشاء والنوم انا رجعت لعندك بحب اجي لعندك لانه بنحكي لبنان بنحكي طاقه بنحكي ايجابيه بنحكي سعاده بنحكي امل بحب اجي لعندك لانه بحس حالي بالضيعه بحس حالي بالبيت وانت فيك حب وكميه حب بتعطيها وكميات وكيف انا من بعد هذا الموسم اللي هالقد حلو متعب بدي اتعب وهيدي البسمه حد بيموت اهلا وسهلا دورا من قرنعون نحن اليوم عملنا سوربيز للشباب رح ننام هون بهالبيت القديم اللي كثير حلو وطلبت منها تشالنج قلت لها بدي اكلات قديمه تنعيش الاكلات القديمه بس بلا بصل هيدا التشالنج الاكبر وتحك راسه صار لها جمعتين شو رح ناكل ليله؟ رح اقول لك بمناطق البترون تعلمناها بفتره الشتاء بيطلع سليق بري كثير وستات المنطقه مشهورين وسلطه العرقبانه يلي هي مثل لي جبالنا هون هي من اطيب وصحيه كثير بيعرفوها بيعملوها كبيسه بيعملوها سلطه شغله كثير طيبه بما انه حضرتك نو اونيون بقى رح تاكلها بلا بصل هلا عظيم هيدا هي هي مزبوط كبة الراهب يلي هي كعزيل الراهب مناطق بيقولوا لها يلي هي العدس مع كعزيل الراهب واكيد توم ما في لانه حضرتك ما بتاكل توم يلي هي هون مع الحامض عزيز. اوكي عندنا سليق البري يلي هو معمول سلطه هون وعندنا الفريكه يلي هي القمح الاخضر يلي كان زمان موجود هذا على طلبك مع الحمص ولحمه الغنم
وعنا منسميها مطبسة. طبسة. المطبسة كانوا يعملوا ايديهم طبابيس من بعد ما يفضل فضلات كبة الراهب يعملون مع البصل ودبس الرمان. برغلوا طحين. 100%. ما في لحمة على الطاولة. بس مع هيدي اللحمة. بس مع. اوكي. وهنيك عنا سلطة البتنجان الراهب وعنا كمان الفاصوليا. بتعرف الحبوب اللي كانوا يزرعوها أهلنا هي الفاصوليا، هي الحمص، هي الأشياء يلي هيدي كانت مصدر أكل العيلة اللبنانية. بقى صفرة متواضعة صغيرة، بدها كاس عرق، بدها كاس عرق، وأهلا وسهلا ونقول سنة حلوة جديدة على الكل. يلا عدنا. شيرز. من أهم الأكلات، الأكل التقليد اللبناني القديم، القديم ما بده ولا راح ولا إجا، هو السبيسيال. عملوا قليب ولا بصل، عم نحكي عن الفول، عم نحكي عن فاصوليا. أوه ماي جوش، طيب very simple. البرغل أهم شيء بالدنيا، دايما بحب أجي أذكر زيت الخبرية. لبنان ما عنده رز، لبنان عنده برغل، نحنا ما عنا رز، برغل بتكلوه وين ما كان، الفريكة بنكلها وين ما كان. اوه ماي جاد، شيء ولا اطيب من هيك. مش معقول شو طيبين، شو الطعمات، الحمودة، الحامض، مطبوخين مظبوط. دوك الفاصوليا مطبوخه مظبوط، ما بتقرش، كل شغله بشغلتها، اللحمه تبع الفريكه. اوه ماي جاد، باك تو ذا روتس. Amazing food. Amazing food. من الأرض. خضرة. حبوب. خلطات حلوة طيبة تسليق. شي رائع. أنا الليلة كتير 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 مبسوط. المنيو شو هو يا مارك؟ فيجيتاليان. فيجيتاليان. انا اللحمه فيه روعه. انا الكشك حبيته كثير، لما بيك شيء بتكسر عرق كثير منيح. صحتك استاذ انطوني، كيسك شباب، كيس الجامعه وكيس مشوار بالوادي. بطاطا تقصر عند ليت، بتحط لها لبنه، بتوزع على الشباب. اسلموا ابن الجبل. شو بحط بعد على هيك عرق بينه؟ حط ودوق بصير، او ارس عنه زيت الاسم حسب الضياع. دوقه بصير. رائع. اللبناني بيقدر يعيش من الطبيعه كل السنه بلا ما يعوز يروح على الدكان. صح. بعد ما تعشينا عشاء رائع، كان كتير حلو من الصبح لهلا. بعدين تعشتوا معنا وشفتوا لبنان وهالخبية الصغيرة بهالبلد الرائع، وقديش في اشياء مخبية، وكل واحد اليوم بيقدر يكتشف شيء بلبنان بكل زاوية منه. ان شاء الله تكونوا انبسطتوا بهذه الحلقة، حلقة جديدة. بتلاقينكم بالاسبوع اللي بعده مشوار بالوادي بكفي بحلقته الـ 24. كان بحلم برع شيء، عم فكر انه قديم بيجي لابس شورت سير فيتمان اي ستايل، بس هو ما بلبس جينز، بس احنا ما عنا حرش، يمكن رح يبرد شوي والزهر بالجينز. انفه كوره شكه حماد على وسط ما في كوره. ايش بتحرك المشاعر؟ تخيل عم تقول كل هول احوش ما بياكل بيض ونص. شو مروح على حالي؟ كلنا من بنجز. من بنجز. هلا شفتكم مبسوطة كثير. خافي منك، أنت وين؟ أستراليا؟ نحن بأستراليا بس هلا جينا. والله انبسطنا بوجودكم. ميرسي كثير. خلي لي إياكم يا رب.
فوت انا ناطرك هون. لا فوت بالدرون فنشوف اذا في شيء دبع جوا بعدين. شو شعورك؟ شعوري انه ما بحياتكم توثقوا بانسان اسمه دكتور مارك ليري لانه وعدني بهيك كثير بسيطه وصرنا رح زد حالي. شو عم بصير؟ شوفي شوفي صعبه بليز دونت دو هيدا البريف تبع دكتور بيروت انه هاي اكسام هاي اكسام لتريسام هل لانه انا واقف هون متعجله؟ ضلك بصحتك ضلني اجي اخذ منك اخبار عملها لك والله لازم تفل رح يخلص كيس الشيبس يخلص شيء شيء اللي هو الراكوي حاططها على النار ما بتمشي منها ما انت قلت لي الراكوي حطها رح يحطوها فاذا انا ما شربت مشان حضرتكم نحن دائما نفكر فيك و لك ما عارف انك ما اكلت من الساعة مدري قد ايه حميضة مرسي مارك شكله طيب اي اقعد ضيف انا ما بدي مرسي يا جماعة بالحلقة تعودناكم على غدوات واكل كتير بس اليوم مش عم نلحق ما عم نلحق مهم ها كله عجيب شو بصير؟ كل شيء انا رح اترك لك نصة ونص الكبير نعم نعم أنتوني هلكنا شو بعمل؟ ما تعطل هم يا أنتوني 5 minutes هيدي من 10 minutes ما تعطل هم يا أنتوني 5 minutes هيدي من 10 minutes والعتمة عم بتزيد والقمر ما رح يطلع وكيف منرجع؟ بعدنا منمشي وبعدنا منمشي ايه شو بدك؟ وبعدنا منمشي أنا بلشت خاف عتمة حرش أسود خليني أقول لك شو هو كان هيدا الشيء ما لازم يكون يصير بالليل بس أنا طولنا بالتونيل بس أنا ما فينا ما نعمل هذا الشيء وبعدنا بنمشي روح سمينا شو أكثر شيء معقول بتحب تاكل هون هلا بدي أكل لبنة لبنة شو غير شيء هيك بتحلم فيه هلا عم بتقرب ساج شو في شيء كتير ضارب الدنيا بأستراليا وكلهم بدو يعرفوا عنه أخبار مش فجمايت ولا هالماركو في مني عن جد بدنا عيط عليك اذا نهارت عن جد رح جيب قليل انا لي ضاح هالوقت منخلص اللبنة شوفوا كل اكلة العالم شفت بتنق كل الوقت صح ماشي سوري بعد عم نفكر عم نفكر وين بدنا انا عم فكر انه بهذا البيت في اوضه تخت واحد كبير بحمله بكره بتشرح على كنبي وبشوف الصن رايز من هون انت اذا بدك في اثنين بهالاوضه بتطلع كتير حلو انت وإلي حد بعض كل واحد بتاخده انا بتعرف اي تخت اكبر شوي اوف الاوضه حلوه كمان ليك هون صالون غير شكل واو شو هالفيو الحلوه لا لا ليك دقيقه انا عم فكر بنام انا بهديك الاوضه وانت بيجي هذا التخت على قياسك حلو